السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محافظة الشمسية. بعد قرار حما المستوي محجوز المستوي انتعشت جميع الأشجار البرية، وطلع لنا بعد السيل أشجار برية كانت شبه منقرضة والله الحمد، ونباتات وأعشاب. وهذه السدرة لاحظ شوف حجمها، شوف الثمار اللي فيها بعد ما كانت تؤكل يوميا من البعارين. وهي لا تسمى تغني من جوع للبعير، اللي عنده بعارين يقدر يعلفهن إن شاء الله. وهذا أيضا للبعير بعدين، يعني بعد ما ينتهي الحمى وتصير هذه الغابة لابد من دخول الرعي مرة ثانية لتقليم الأشجار وانتعاشها وتسميد دك الأرض عبر حوافر الغنم وكذلك الإبل، فهي عملية توازن بيئي. نشكر الجميع على التعاون، والنتيجة أمامكم. وهذه بذورة السدر ما شاء الله، الطلع الثاني السدر يطلع مرتين في السنة. احنا الحين في المربعانية، اول يوم من المربعانية تقريبا، ونشوف البذور هنا. طبعا في ناس ياخذونها ويعني يكاثرون منها بالشتل، اما انا وجهة نظري في المناطق المحمية مثل المستوي الان محمي، دعوها فهي تعرف اين تذهب. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بتوازن. تروح تزرع لك شجيرة، طيب من بيسقيها ومن بيظبطها اذا جبتها شتلة؟ لكن اذا هي نبتت من بذرة سوف تتحمل الجفاف والطقس الشديد القسوة. ومع نزول الأمطار في أي عام، إذا نزلت أمطار على محافظة الشمسية وسالت الشعاب بقوة وارتوت الأرض والفياض التي تنتهي بها السيول مثل هذه في النبقي، المستوي، النوالات، عدة مواقع في الشمسية، وهي أراضي طينية برية خصبة ويزرع فيها القمح. شوفوا هذا الجرار أو الحراثة أو نسميها حنا فريسة، طبعا تأتي بالساعة تحدث لك هنا بعد ما تأخذ أرض من مكتب البيئة في الشمسية، تحدد الأرض والمساحة والشروط اللازمة، تحرث الأرض. طبعا تضعون على طول، حط انتر البذر واحرث مرة واحدة وخلاص، وعلى المطر. المطرة هذه الغزيرة تكفي القمح العثري أو نسميه البعل لزراعة المطر حتى نهاية الموسم، حتى حصاده في شهر أبريل شهر 5 و4 ميلادي. لكن لو جاله سيل مرة مرتين فهو أحسن. الجدير بالذكر أن هذه المنطقة المستوي محجوزة لصالح أهالي شمسية وربعية والنبقية فقط لا غير، بأمر من الملك فيصل رحمه الله تعالى. والمستوي والنبقي من أفضل المناطق للمتنزهات البرية في القصيم على الإطلاق، بل قد تكون في العالم. واللي ما جاء ما يدري كيف نصف له هذا الجمال في هذه المنطقة الجميلة. هذه حبة القمح، وهذا هو البعل محروث. لاحظ انه في الصحراء. طبعا الشعيب يجي من هنا ويمسح الارض كلها يمشي، فان جاء قوي مرة ممكن يسبب انجراف للتربة فنضطر الى اعادة البذر من جديد. وان جاء يسيح سيحا وأسقى الأرض بدون جرف فهذا نجاح 100%، والتوكل على الله تعالى مطلوب، والله تعالى هو الرازق. طبعا هنا البعل مكلف جدا، أول شيء بالصحراء وتنتقل المعدات للصحراء، ثم بعد ذلك يأتي الحمى ويجيك غنم من تدخل فيه وبعارين ودنيا وخوشات ويعني قصة. وقت الحصاد الحصادات تجي تقول لا لازم تشيك إلى الحصى هذا وتشيل العشاب هذه على أساس ما تخرب الحصادة، فهو مكلف ولذلك هو غالي الثمن لتكلفته، وأيضا لأنه عضوي 100%. هذا موقع واحد بس، يعني هذا موقع ممكن يجي له والله العالم يعني يجي له تقريبا 100 هكتار، وفي مواقع ثانية أكبر. فالزراعة بعليه بشمسية ما شاء الله يعني قوية، وهم أصحاب خبرة ومتوارثة من الأجداد من وقت البعرين وقت الحمير الله يكرمكم إلى الآن. التطور بالحراثات والحصادات لم ينقطع. في ناس يزرع حقه، يعني يبغى له 10 كياس يحصد 20 كيس له البيت يوزعه. في ناس من يزرع تجاري فيزرع كميات كبيرة، فإن وفق الله سبحانه وتعالى أنتجت هذه الكميات 7-8 أضعاف وباعها في السوق. زراعة القمح في المزارع تحتاج إلى أقل شيء سماد عضوي، يعني حط سماد بقري سماد دواجن، ثم تحرث الأرض ثم تساوى ثم تبذر ثم تحرث مرة ثانية. وإذا كان يبغاه بالكيماوي لازم يحط له سور فوسفات والداب، ولازم يحط له
مغنيسيوم وجميع العناصر الصغرى، ولازم يحط اليوريا أساسية للنمو، ولازم يحط البوتاسيوم عند نضج أو عند طرح السنابل، ولازم يرش مبيدات عن الأعشاب وعن بعض الأمراض، فهو مكلف جدا في المزارع. بينما هنا في البعل لأن الأرض طبيعية وخصبة ما يحتاج أي أسمدة، ولا نعرف هنا الأوبئة والحشرات أبدا لأن في توازن بيئي في الصحراء. فلهذا زراعة البعل تختلف عن زراعة القمح. والبعل هو اللي يزرع على المطار، يسمونه بعل، يسمونه عثري أو عثري أو على الثرى. هنا نشوف المياه ما شاء الله على المحروث مروي 100%. الله يبارك لنا ولكم، وإن شاء الله عاد نتابع معكم زرعنا كل شهر حتى الحصاد زي كل سنة، ونعلن لكم إن شاء الله عن موقع أو طريقات البيع. وفقنا الله وإياكم. شاهدوا ما شاء الله كمية السيول والأمطار والمياه اللي جت على محافظة الشمسية منطقة المستوي. الحمد لله الشمسية كل سنة بفضل الله تعالى يجيها مطر، مرة زيادة ومرة يعني وسط ومرة شوي، لكن ما تخلو من المطر والحمد لله. شوفوا مساحات شاسعة من المياه، وهذا الشعيب المستوي اللي يصب في روضة اللغف كما نسميها حنا في الشمسية، واسمها بالكتب روضة محنة. هذا ما شاء الله خيول الانتاج حقاتنا وخيانا ما شاء الله ما يتأثر من المطار، صعد بيلها تنظيف بالمستوي. نطلع عن كل سنة بشتة هنا يوسع صدوره. والله يحييكم اللي قريب يقلب. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، اسبوع امطار اجواء جدا رائعه على القصيم. احنا هنا في الشمسيه في نهود الشمسيه، اللهم لك الحمد والشكر. ان شاء الله عندكم مثلنا، ترى ما تبعت الطقس